في الحلقة اللي قبل كنت شفتو معنا كيفاش قدرنا نديرو مشروع يخدم على راسو وبراسو وشتو الناس كيفاش تفعلو وشتراو من القرعي بجوج دراهم. فهاد الحلقة غنحاولو نطلعو البيجي شي شوية بقرعة عصير متوسطة بثمن 5 دراهم. بطبيعة الحال كيف ديما غنعلق ولا فيتا وغنخليو السلعة بوحدها مي مع قلية صغيرة اللي غيقدرو الناس يحطو فيها هاديك 5 دراهم. ولكن قبل خليكم مع السبونسور ديال الفيديو هو ونثبت فاش كتشلب الطريقة وبالك البرومو كيزيد في حسابك 1600 درهم من اول ديبوزيت ليا من الكود بروم في اول كومونتير. بصراحة هاد المرة ما واجهناش ديك الصعوبة اللي لقيناها في قراءة الدلمة في الاول. بقاو الناس غير كيشوفوا وكيدوزوا كيما شتو هاد السيدة جبات تقريها نهار تميزات صافي وزدت بحالاتها. انا في داري شوف انا تنقول اي مشروع بيان سور اي مشروع الانسان خصو يدخل في التجربة اي مشروع ما تقولش واش ناجحة ولا فاشلة ولا هذا لان الانسان ما دخلش في التجربة وما احنا ديجا احنا في وسط التجربة دابا صافي اذا علاش كتسول ها هي نقول انا عرفوا نقول انا خديت فوالا داكشي دونك غير تحرك وربي كيرزق. شكرا بما ان انا جيت وعجبتني الفكره وخديت يعني صافي توكل على الله صافي توكل على الله ميسيو زوين واش غادي ندوزو معنا ماشي مشكل لا مع ياسر. شكرا بزاف هذا خدمت ها عارف كيفاش خويا ياك هو هي بون افير اخويا ولكن ماشي في المغرب ماشي كلشي غيخلص صافي دخلات كوطيه ما درناش واحد غلط كيما درنا النوبه الاولى ديال لما بقينا عاسين عليه من بعيد حنا عاسين على قرا نورا الكليان تيدو كنتش دابا هنا كنديرو جوج لا مارش اذا طبيعي باش الواحد كيجي العطش هذا زوين وديجا جو دورونج هاد لا مارك زوينه هذه الله يخليك. بين قوسين اللي ما شافش الحلقه اللي قبل كليك الفوق وتفرج ليها ولا كنتي ديجا شتيها كمل معنا. هاد السيد فاش غادي يشري غادي نمشي عنده وندير راسي براني ونسولو علاش شرا نشوفو شنو غايقول ليا. السلام عليكم. شتي خواتك العصير اللي حداك نشري شي قال لي شي واحد كان حاط وكيبيعو شنو انصاب اخويا ما نثقش فيهم انا ما نثق بالله علاش اخويا انت بنادم حاط هادشي هنايا نشرب هو انا ما عرفش الشوق هذه شي حاجه ولا لا فين هو انا يلا بغيت نشوف انا مولات السيد فين هو. لا بالعكس هادشي راه كاين في الدول المتقدمه في اوروبا يعني بالعكس هاد القضيه هذه زوينه عجبتني انا زعما بلان؟ اه لا بلان صراحة. ولو وقعت شي حاجة شي تسمم ولا شي؟ قرعة باينة مسدودة ما فيها حتى شي حاجة. شوف؟ كاينين القراعي بزاف ما يمكنش بنادم غادي يجي ويدير قرعة. وشكون خلصتي دابا أنت شكون خلصتي؟ أنا غير ما يزيد تما يغدي القرعة. أنا هو مول المشروع نيت. والله كاميرا واش ندوز معنا؟ ما نكذبش عليكم بزاف الناس شافوا البروجي بزاف الناس شراو منا ما في نفس الوقت كاينين الناس فضوليين وكتجيهم شي شكل بحال هاد السيد اللي معايا دابا قرعه ب 100 درهم اش بغيت انت في الفكره مزيانه زعما انت جي كيجي لواحد داكشي باش عطيتو الخاطر وبقيت كنقول له كنشرح ليه البروجي كيفاش البلان 100 درهم ولا كاين تما في اللافيته تهز المسائل ديالك صحه وراحه ما تشوف اللي غيبيع لك ما تشوف اللي غيشري لك صافي باش زعما واحد يخدم على راسو ما على راسو ماشي تبيع بيا حتى حتى داكشي اللي هزيتي الله يرحم والديك مشكور لا يخلي عندك خلي عندك صافي لا بصحة وراحة لا بصحة وراحة والله هاك الحاجة شكرا الله ودي ما كاينش مشكل عافاك على بزاف عافاك هاي الله يرحم والدينا شكرا شكرا كيما شفتو بصراحة ما كنت ما نقول دعم رهيب بزاف اخوت من المغاربة هانتوما شفتو شنو كاين الناس المغاربة كيحسوك باللي غير دير شي حاجة حنا معاك. فكروني في الايامات اللي كنت بديت يوتيوب منها الايامات الاولى كنت كنلوح شي فيديوهات حامضي واخا كتلقى الدعم بنادم تيقول لك برافو تبارك الله عليك كمل سبحان الله العظيم. علاش ماشي مزيانه كلها مزيانه واعره كاع وبثمن مناسب مخيره قول لي مخيره كاع والله الا داهم القهوه والله العظيم والله ما تقدرش تقول لي راه سير بعيد سير على الله الله يسخر قول لي دوز معنا ماشي مشكل هاني انا مالي انا
شي زغمه الدراري ها شي زغمه ولا شي حاجه اه مرحبا الله يحفظك شنو بان لكم نتوما كفكره بلا مزيان عاود حدا واحد الكاميرا تما احقص مجادين مي نتوما ما ديتوش علاش زعما حنا تنقولوا احضر راسك ديو في الاخر كنلقى واقع حاجه اخرى دابا حنا الصوره كنصوروا الناس كيهزوا غري ايوا خويا كل واحد وشنو دوما مكان با خلقوا فرق دوما مكان نشوف عليك غادي نضربوا طير على المشاريع ديالنا فين واصل جوج هما برا واحد جوج ثلاثه اربعه بلا بلا تبقى والو ما بقاش بزاف حنا غادي كاين الدعم صراحه كاين الدعم نتوما قولوا في الكومونتير شنو بان لكم واش كاين انا بنت لي القضيه مشيه نتوما شنو قولوا في الكومونتير تفاعلوا معنا ما تبقاش غير تفرجوا صافي كومونتي دير جيم شي حاجه قول صاحبك اش بان لك ديروا شي بيعه واشتريها الا تفاعلتي معنا غنكون شاكر لك بزاف ولا بارطاجيتي هذه الحلقه مع الناس اللي كتعرفهم غنتموتيف اكثر باش نلوح لكم الحلقه الجايه اللي فيها قرعه العصير كبيره وغادي نزيدوا شي شويه في البيدجي ونوصلوها حتى 10 دراهم ونشوفوا الناس واش غتشري منا ولا تزرب علينا.